مريم فارس. ما اعرفها شخصيا. ايه رايك فيها كمطربه؟ استعراضيه بامتياز، استعراضها جميل، يعني اكتر واحده يعني بتبذل مجهود في حته الاستعراض. اشتغل باحترافيه يعني. فوزير؟ ما بيعنيليش الموضوع بصراحه قوي يعني. متعب. اتعرض عليك حاجه زي دي؟ متعب. ما حبيتيش تعملي كده؟ متعب. تامر حسني جميل، اشتغلنا مع بعض وانبسطت جدا بتعاوني معاه، ومجتهد جدا، وعملنا شغل حلو مع بعض. انت شايف انت كسبتي من المسلسل اللي اشتغلتي معاه فيه؟ طبعا اكيد كسبت. مفيش حاجه ممكن الفنان يعملها ما يكسبش منها، لو في نظر الاخرين مش حابينها او ليهم تفسيرات اخرى، لا مفيش، لان طالما انت مآمن في الحاجه اللي قريها وعايز تعمل، انت ليك دايما هدف وتارجت الناس يمكن مش فاهماه ومش لازم يفهموه، ده اختيارك انت، انت اللي حاطط هدف، وانت اللي عارف. زي يعني مش انت من شويه قبل ما نصور قلت لي كنا بنتكلم في حاجه في اختيار شفته انت، ممكن بعد كده فهمته ولقيته ان انا من بابي كان صائب، فده مهم، مش لازم الاخرين يفهموا، انت المهم تعرف. فانا شايفه طبعا انه فادني اكيد. امير كرارة مين ده؟ انت نورتيني النهارده. ميرسي يا امير. وريت انت لما اقول عنك. طيب ما خليني اكمل. لا انا بهرج، انا مش ليه لا انا عايزه اقول. طب رايي فيك ايه؟ رايك؟ طب قول اتفضلي. لو يعني لو عايز كمان تشيل من الاسامي شيل وحط ابهرج. طبعا انت شخصيه جميله يعني. طبعا مبدئيا وانت عارف انا بعزك قد ايه وبحبك قد ايه، وبتمنى لك كل خير، لان انا عارفه برضو احنا اشتغلنا زمان قوي مع بعض، وعارفه قد ايه انت كمان اجتهدت عشان توصل للمكان اللي انت فيه، وبحب انا يعني برضو الناس اللي بتجتهد، ما بحبش حاجه تيجي بالساهل يعني، فانا بقدر برضو اللي انت عملته ده في حياتك المهنيه. ربنا يخليك. وبس، وموفق في كل حاجه.